السلام عليكم. هذه كلية الهندسة الجديدة بمنطقة شتوان بولاية تلمسان، وهي الكلية تشمل الهندسة المدنية والهندسة المعمارية، واللي سوف تفتتح هذه السنة بطاقة استيعابية تاع 2000 مقعد بيداغوجي. ولاحظ أنه فيه يعني نوع من المحاولة لإعطاء طابع عمراني في هذه المنشآت، لكن المحاولة أصبحت فاشلة، حيث أنه كلية هندسة تكون عندها تكون يعني لاموندر دي شوز اضعف الايمان، تكون مثال في الهندسه، هي يعني البنايه لازم على الاقل تكون مثال في الهندسه المعماريه، لكن للاسف كما رانا نشوفوا الاشغال حتى ولو الاشغال مازال ما انتهتش يعني 100%، لكن نلاحظ انه فيه غياب للمسة تاع يعني الهندسية الشيقة. المهم المقاعد المدرسية المقاعد البيداغوجية الجامعية 2000 مقعد، مبروك للطلبة نتاع ولاية تلمسان، وإن شاء الله في المستقبل تكون فيه مراعاة هذا النوع النوعية في التصميم، ويعني الريشيرش يفو يكون الإنسان يكون فيها ريشيرش في الهندسة، هذه تكون فيها يعني تكون فيها إبداع. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.